النور. نور استوديو 100 سؤال بوجودك وبصراحتك المتكلين علي في هذه الحلقة. مستعد؟ في عنا تعهد لحتى نتأكد من حضرتك، لو سمحت بدأ تقرأ بالبداية. أتعهد أنا محطوط هون فنان. بحبش الفنان دي أنا. ليه؟ أولا لأنها لا تعبر عن شيء. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني قال الشاعر: ليس هناك ما هو أسوأ من كلمة فن تعبيرا عن الموضوع. اللهم إلا كلمة فنان، يعني هي أسوأ منها في التعبير عن الموضوع، لا تعبر عن الموضوع. بتحب نبدلها في إيه؟ ممثل. ممثل. ثاني حاجة إن فنان دي في الفصحى يعني حمار الوحش. حمار الوحش؟ اه. طيب بس فيها ناحية إيجابية. وحش. ثانية واحدة، ما أعدلك بس ال خلاص ما تقلقش، إحنا نعدلها. لا مش ضمانكم. لا والله ما عندك شك فينا؟ ثقتي فيك تكفيني ولا تكفيك. أتعاهد أنا الممثل محمود حميدة أن أكون أكثر صراحة ومصداقية وجرأة وقدرة على مواجهة أي سؤال أو اتهام بكل شفافية، ملتزما بقواعد برنامج 100 سؤال وحريصا على حق المشاهد في معرفة الحقيقة كاملة. جاهز؟ الموقع أدنى أمضاءك لو سمحت. ممتاز. مستعد؟ أي خدمة. يلا نبتدي. محمود حميدة، أخاف من؟ من أي حاجة. ما فيش حاجة محددة؟ لا. أحب في المرأة؟ أنوثتها. لقب المفضل؟ الممثل. وصفي في كلمة؟ ممثل. أغير؟ ممنوع التردد. على الدوام. لا أتنازل عن حقي. عيب الكبير؟ دناءتي. أوف. أقرب شخص لي؟ أمي. أحب وأكره في شكلي؟ ماذا تحب وماذا تكره؟ مش فاهم السؤال ده. تحب بشكلك إيه؟ ما تحبش في ولا شكلك. بحب ولا بكره، يعني قصدي مش هتغزل في نفسي امام المراه يعني. طب ليه متغزل؟ مش هقول الله ده انا مناخيري كبيره. ما بعرفش اعمل كده يعني، لا ادقق في التفاصيل حتى، ولكن انا احب نفسي كما هي كده. ما فيش حاجه مش عاجبك؟ ما فيش حاجه. لا لا. اوكي. نقطه ضعفي؟ عاطفتي. ما بيبين هيك للناس. نعم. صح؟ صح. تخفيها؟ بس اللي ما حنخفيه على الناس هو صراحتك وشفافيتك بحلقتنا. 10 أسئلة جاوبت عليهم بالبداية، مستعد للباقيين؟ تفضل. يلا فاصل ونعود مع ضيفنا الكبير محمود حميدة. عندما كن مشاهدينا لبداية حلقة هذه الليلة مع ضيفنا الكبير محمود حميدة، ورح نبتدي مع حضرته بالأسئلة والفقرات السريعة. رح نبتدي بأبيض وأسود. أبيض وأسود هنا عبارة عن أجوبة بنعم أم لا. من بعد إجابتك إذا حبينا نستطرد أو حبيت نستطرد في عنا المجال. جاهز؟ دراستي للهندسة كانت نزولا لرغبة أهلي فقط، نعم أم لا؟ لا. رغبتك؟ رغبت أنا ومختار الموضوع ده من وأنا عندي 8 سنوات، وده كان مثال على إن إحنا، أنا يعني اكتشفت، بنتربى كي لا نعرف ألا نختار. أوف. كيف يعني؟ يعني بنعرفش نختار، مش بنتربى عشان نعرف نختار. فأنا مثلا اخترت أن أكون مهندس ميكانيكي وسيارات بالتحديد، وحتى عينت الكليه والجامعه لان هي كانت الوحيده اللي بتدرس هندسه السيارات، هندسه عين شمس. عشان انا عندي خالي واحد من خلاني يعني مهندس ميكانيكي شاطر جدا وخريج نفس الكليه. بينما انا بمثل من عندي 5 سنين وبحب الشغلانه دي جدا، ودي الشغلانه الوحيده اللي انا ما بطلتهاش لغايه دلوقتي. وكان لازم ادخل المعهد من بعد الثانويه العامه، ما عملتش كده.
دخلت كلية هندسة وفشلت في كلية هندسة وما دخلتش المعهد برضه، ورحت دخلت تجارة وخلصت تجارة. فيعني ده كله عدم حسن اختيار أدهر. بس الاهل ما لهمش علاقه تمثلا يعني او رغبه انك تكون بالشبه بخالك. العكس، ابويا كان قال لي انت مش هتروح المعهد. قلت له لا. لانه بتحب خالك، شايفه قد نجح، حبيت تمثل فيه. ده واحد. الحاجه الثانيه ودي انا قلتها قبل كده يعني في كذا مكان، ان احنا نحتقر مجموعه الفنون دي كلها، فما نحبش يبقى عندنا ولد او بنت بيشتغل في الاشغال دي، واذا اشتغل يبقى من باب الهوايه عشان يعني ترفع ولا يتكسب ما منها، ما بتطعميش خبز زي ما بيتقال. لا او هو يعني وخصوصا العائلات الكبيره يعني، وعندنا كذا حاله. متغير هذا الوضع اليوم او بعده على ما هو عليه؟ لا على ما هو عليه. ليه؟ مع الانفتاح اللي حاصل على ما هو عليه، ناس كثيره دخلت في المناقشه دي معايا يعني، لانهم مش موافقين على الكلام اللي انا بقوله. هم مش موافقين ان المجتمع، انا ما بتكلمش عن المجتمع الشرقي فقط او المجتمع العربي، انا بتكلم عن المجتمع الانساني الشامل. حتى اديت امثله، ما قالوا لي امريكا، قلت لهم لا، برضه بيحتقر. ازاي؟ قلت لهم في ممثل اسمه شوارزنيجر، ده اصلا مش امريكاني وجاي من بلاد تانية، هو كانش بيعرف يتكلم انجليزي كويس، بس حصل له انه بقى نجم كبير وتزوج واحده من اسره سياسيه من عيله كينيدي، ودي ابوها كان افتكر رئيس البوليس في لوس انجلوس، فحبوا يدخلوه في السياسه، وهو عمل حاكم كاليفورنيا. كان الشرط الوحيد انه يبطل تمثيل، بيقلل من القيمه. كانوا ردوا عليا الشرط الوحيد عشان يخش هنا، يبقى في لازال الاحتقار موجود للمهن دي. الوطأة أخف بتكون على الرجل أو عند الرجل أكثر من المرأة في هذا الإطار؟ يعني الرجل مسموح له أكثر من البنت أنه يخوض غمار هذه التجربة؟ على حسب المجتمع، وعلى حسب هو بيدي للمرأة مساحة قد إيه تتحرك فيها، لأن برضو المجتمع الإنساني يدني من قيمة المرأة كله برضه، مش بس الشرطي، عشان ابقى واضح. انا معك في الحته دي. صح. فيعطوا مساحات، هتلاقي اعظم مساحه موجوده في الكره الارضيه هي اما في الولايات المتحده الامريكيه وكندا، او في اوروبا بعض الدول بس. اهلك كان عنده المعارضه بمرحله من المراحل انك تخش غمار التمثيل ومضماره؟ لا خالص خالص. انتوا من العائلات كنتوا المهمين كمان بس برضو انا ابويا كان هو اصلا معلم، هو كان درس زراعه يعني، كان مهندس زراعي، واختار ان يشتغل بالتدريس، يحب التدريس، لان ابوه هو كان دخله الزراعه عشان يزرع الارض بتاعته، فما عملش كده وساب زراعه الارض والحاجات دي واشتغل معلم، فبقى أكثر انفتاحاً على العالم يعني. مش زي أبوه الفلاح. صحيح أبوك يعني كان فلاح وسياسي وقاضي عرفي على مستوى مصر، لكن برضو فلاح يعني، ما يقدرش يخرج من العباية دي، وحتى بالفكر أبويا خرج من العباية دي شوية، فبقى عنده انفتاح يعني أكثر. الانفتاح ده كان يشجعنا كلنا أن احنا نعمل كده. سؤالي اللي بعده، كنت أتمنى لو رزقت بولد؟ لم أتمنى على الإطلاق. نعم أم لا؟ لا لا لا. ما عندكش العقلية اللي بيتمتعوا فيها معظم الرجال الشرقيين والعرب، أنه أنا عندي حد استمرارية وبيكمل لي اسمي وبيحمل اسمي كل العمر، يكون عندي ولد؟ لا أنا ما جاليش خالص يعني مش الرغبة، ما جاليش الخاطر نفسه. ما جاليش. البنت اليوم ممكن تكمل مسيرة والدها، عائلتها، تحمل اسمه على أفضل الحقيقة وجه. الحقيقة ما حدش بيكمل غير البنات. أوف. ليه البنات اليوم صاروا بيحملوا مسؤولية أكتر من الرجال؟ مش صاروا، هم طول عمرهم كده. إحنا بس اللي بنتعامى عن الحقيقة دي. يعني أنا أقول
المرأة أقوى من الرجل بكتير جدا. طبعا الرجال هيعترضوا. أنا عم أقول لك بس كتير هلا من الست المناصرين. أنا أصحابي كلهم بيعترضوا على كلامي ده. أنا عارف. لأن إحنا برضو بنحب إيه يعني نظهر إن إحنا المتحكمين وإحنا نسير الأمور ومفيش حاجة تمشي بعيد عن إيدينا وهكذا. ولكن الحقيقة إنه لأ. لا المرأة هي يعني المرأة أقوى من الرجل بكتير. مثلا مسألة الحمل يعني هي تحملني في رحمها 9 أشهر. الانتفاخ اللي في الشهر 9 ده اللي بيظهر على بطن المرأة لو حصل للراجل 10 دقايق بس هيموت، هيختنق ويموت. هذا عم نحكي مرحلة الحمل غير الحمل يعني. غير الحمل غير الحمل حكينا عن المسؤولية الأكبر. لا بكلمك في حاجات الأول فيزيقية اللي هي الناس بتحتاج بيها. مثلا العضلات. أنت يا أنثى ما عندكيش عضلات ولا حاجة، لكن لو اشتغلتي على عضلاتك هتعمليها أسرع مني بكتير. الدليل إيه أو الظاهر؟ عندنا الأولمبياد. الأولمبياد ده من 3000 سنة وشوية مش كده؟ كان ممنوع على النساء انهم يدخلوا الاولمبياد. دخلوا الاولمبياد من ما فيش 200 سنه، ما حصلش 200 سنه. التطور اللي عملته الانثى في عضلاتها مقابل التطور اللي عمله الرجل في عضلاته في 3000 سنه يعني هي اكثر بكتير قوي بكتير. قوي لا قوي حتى قوي في بعض الاشغال والمهمات بيقولوا الستات ما ينفعوش فيهم لانه قوتهم الجسديه اضعف في بعض الاعمال والاشغال بحياتنا ومجتمعاتنا، بيقولوا ما تنفعش الست تشتغل بيه. انا شفت غير كده. شفت 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 يعني شفت نساء في مقاتلات زي الجنود، هم جنود استثناءات. لا 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 مش فرق كبيره يعني في العراق شفت مثلا. طب ومن ناحيه تحمل المسؤوليات المراه اليوم اكثر تحمل للمسؤوليه من الرجل؟ برضه مش من اليوم، كمان من قبل، من زمان قوي. ايوه يعني دايما في وراء هذا الرجل الناجح. احنا بنحصر المسؤوليه على فكره في شويه اشياء مزعومه. اولها كسب العيش، يعني ان الرجل يخرج عشان يشتغل ثم يكسب اموالا يقوم بها على العيش، على عيش. بعدنا من فكره الرجل الصياد يعني رجل الكهف. اي انما لا بنيتك بميت راجل ما اعرفش بكام، بس يعني هم انا اشوف دايما ان هم على قدر المسؤوليه يعني ما يقلوش ما يقلوش يعني ما فيش واحده تقل عن الراجل كما يجب. اللي بعده، انا مغرور بطبعي نعم ام لا؟ والله مش عارف اقول ايه الصراحه. ليه؟ ما اعترف الاجابه ليه؟ عشان مش عارفها، مش فاهمها. قلت كذا مره قبل انا مش فاهمها يعني. مش فاهم ايه؟ غرور 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 غرور. مش فاهم كلمه غرور. من كتر ما الناس قالت قلت خلاص يبقى انا مغرور بس. انا مش فاهمها. انا اللي فاكراه انه والدتك كانت تقول لك انت مغرور من انت صغير. طب خلاص مغرور. بس لسه مش فاهم. ما تعرفش حالك اذا مغرور ولا لا؟ لا ساعات، ودي ساعات مش كتيره قوي يعني، انتشي احوالي فلاقي خبطه راحت جايه لي تفوقني. بركي رساله من فوق. ممكن يمكن رساله الهيه فوق بقى يا محمود. انتبه بلاش يعني غرور. انا يعني بقفش نفسي في قمه الزهو بنفسي يعني ان انا حلو قوي، البنات هتبص لي، يروح جاي واحد ملطشني بالطين. انت امتى تصيبك هذه الحاله؟ بس تقدم عمل حلو ساعات تجي لي؟ لا 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 لاي سبب. لاي سبب؟ لاي سبب. لاي سبب؟ عندك كده توقف قدام المرايه تقول ايه محمود شوف سنك كام وعامل جسمك ايه ازاي وشكلك عامل ازاي؟ لا دي تجيني خبطه جامده قوي. زمان وانا صغير كنت في كليه هندسه، فانا ما كنتش بلبس بدل من صغري يعني،
ولكن لما دخلت الجامعة فصلوا لي بدل كتير، يعني أبويا افتكر أنه زي على أياميهم زمان، فصل لي 5 أو 6 بدل ما بلبسهمش. وبعدين كان معرض الكتاب بيتعمل، فروحت المعرض اشتريت مراجع في الهندسة، وخدت المراجع دي عشان أفرجها لواحد صاحبي، يعني أتفخر عليه أن أنا عندي مراجع وهو ما عندوش. وزيادة في الموضوع ده رحت لابس بدله، وانا ما بلبسش بدل. بعدين مراجع بقول جبت تاكسي، انا ساكن في مدينه نصر هو ساكن في العباسيه. رحت عند العباسيه، ففي محل بتاع فول وطعميه وناس زحمه كتير جدا في الحته دي مشهور يعني، وبنات وصبيان واقفين بياكلوا وبنات حلوه قوي. بعدين انا نازل من التاكسي بالبدله، فلقيت 4 أو 5 بنات جايين كده، فحبيت بقى باين السكس ابيل بتاعي. وبعدين نزلت من التاكسي وعايز اطلع على الرصيف، فبطلع برشاقه بنط كده، فرجلي جت على بقعه زيت، فرحت طاير في الهواء. وانا طاير في الهواء ايش الطريقه السينمائيه هيدي، حركه سينمائيه. انا عينيا بقى في عينين البنات اللي انا بتمنظر عليهم وعايز يعني اوريهم ان انا وبقع على الارض. فانا بقع، طبعا الحكايه دي ما خدتش اكيد ساعه طبعا ثواني، بس كانت طويله عليا جدا، ان انا شايف في عينيهم ان انا هتبهدل اهو عشان بتمنظر، ووشي هيخبط في الارض والارض وسخه وهتوسخ جدا، فانا مش عايز وشي يلمس الارض. فطاير في الهواء وكتب طارت، وبعدين نزلت كده ونزلت على كوعي، وبعدين رحت خابط بوشي في الارض طبعا وبهدلت. بس الكوع اخدوا الضربه، بس خدت الضربه في ساعتها. تعلمت من بعضها ولا لا؟ تعلمت، بلاش منظرة وبلاش غرور. السؤال اللي بعده، البكاء ضعف، أنا أقوى من أن أقع به، نعم أم لا؟ لا، هو ليس بضعف. ليس بضعف، كنت أظن زمان إن الرجالة ما بتعيطش. تربيت كده، الراجل ما يعيطش. أنا ما كنتش بعيط أبدا 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 جد؟ أنا ما عادش لبعد ما عديت 40 سنة. طيلة الفترة دي أنت ما عيطتش؟ عيطت مرتين بس. امتى؟ مره حد اهني اهانه انا ما استحملتهاش فبكيت بكاء شديد جدا. ومره تانية كنت غضبان وعايز اضرب حد ومنعوني ان انا اضربه، فقعدت اعيط عشان ما تنفجرش. لا بعيط وانا في المشهد، يعني انا مسكني. كان مشهد يعني؟ لا مشهد اللي انا الخناقه اللي انا عايز اضرب ده، وناس بتشدني مش عاوزينك تضربه. دول بس المرتين اللي انا بكيت فيهم يعني قبل يعني 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 البكاء كان نوع من ما بعرف هيك، لانه ما حققت رغبتك اكثر، يعني لكرامتك بتيجي اكثر. أنا من انا في التربيه ممنوع من البكاء طبعا، ده شيء غير صحي خالص يعني. فالحاجات اللي غصب عني كانت بتحصل، يعني الاهانه الكبيره دي خلتني ابكي، وكانت من شخص قريب ليا ومش قادر اعمل له حاجه، مش هقدر يعني مش هقدر ارد الاهانه، انا ما بقبلش الاهانه. اهانك ليه؟ اهني وخلاص. حصل ايه كان وقتها؟ حصل خلاف، يعني هو يعني ده ابن خالتي وتوأم روحي واحنا اخوات في الرضاعه، وكان هو مات الله يرحمه، بس يعني قال لي كلمه جرحتني. صديق مقرب يعني؟ لا ده اخويا في الرضاعه، اخوك وابن خالتي. ف ما حسيت بالاهانه، ما توقعت منه. ما توقعتهاش. جرحتك؟ انهارت يعني، حصل لي انهار. لما سمعت الكلمه دي بس ده يمكن كمان واحد بيكون مخزن امور من سنين، بيكون بحاجه لكلمه واحده حتى ممكن يبكي وينفس عن كل هذا. بس الكلام ده كنت صغير يعني، كنت 12 سنه ولا حاجه. اخر مره بكيت فيها كانت امتى؟ من شوي. انا مش السبب، اي حاجه عيط يعني، اي حاجه. دلوقتي صرت بتعيط لاي سبب؟ على طول على طول على طول. يعني اذا في مشهد، اذا مش بحاجه انك تحضر نفسك بقى للبكاء. لا المشهد غير، المشهد بحاجه، ولا يعني قصدي التمثيل حاجه والحياه الطبيعيه حاجه تانية. طب الراجل اللي بيعتبر نفسه ضعيف اذا بكى تقول له ايه او عيط؟ تقول له لا ما تعتبرش نفسك، عيط عيط. إذا ما عيطش يحصل إيه؟ هيحصل له ضرر كبير جدا. زي إيه؟
حاجات ما نقدرش نشوفها يعني. في ناس تجيلها امراض يعني امراض فسيولوجيه نتيجه عدم البكاء او يعني عدم التنفيس عن ايا كانت الشحنه يعني شحنه عاطفيه بحب او شحنه عاطفيه ببغض اي حاجه. عندك مشكله حد يشوفك عم بتعيط؟ لا خالص. ممكن تبكي قدام اي حد؟ اللي بعده. عملي في الرقص في بداية حياتي علمني الصبر، نعم أم لا؟ لا، الصبر ده أنا متعلمه من ساعة ما اتولدت. أول شيء أنت صارت 9 أشهر. نبدأ الصبر بقى. مثلاً. تصور 9 أشهر. أنت صغير تعلمت الصبر؟ إزاي؟ كيف واحد؟ يظهر الصبر ده مزروع فينا إحنا. كيف الطفل بيتعلم الصبر من هو صغير؟ إزاي يعني؟ تدخل في تركيبته. ما هو مش كل برضو الاطفال تعرف تتعلم الصبر. عشان كده بسالك. لكن احنا انا متهيألي احنا كشعب يعني الشعب المصري صبور جدا 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 جدا. يعني حتى فؤاد حداد يقول احنا الشعب المصري اول سيره الانسان. احنا من صخر العزيق والصبر. طبعا ما تعرفيش العزيق هو ايه؟ عزيق الارض يعني. الارض. بقول من صخر العزيق، محدش بيعزق الصخر. بقول احنا من صخر العزيق والصبر. والصبر. هنصبر. اللي كان يجبرك على مفيش حاجة يكون عندك صبر انت وطفل، يعني قلت انت مش حيلا طفل مش اي طفل. عندي اسباب مثلا عايز اتعلم حاجة. عايز اتعلم حاجة؟ صبور للآخر خالص. إذا عندك الرغبة بدماغك لازم توصل لها. وبرضه لو انا عايز احصل على شيء ما استعجلش يعني. بس بيتهيأ للناس بما انه طبعك انفعالي وعصبي ممكن تكون بدك حاجتك عاوزها دلوقتي. لا خالص عمري. ممكن تصبر. عمري ما حصلت لي عايزها دلوقتي دي. لا ما عايز كذا ما فيش خلاص ما اطلبش تاني. وانت قامك بياخد وقت تصبر على انك ترد الصاع. انت قامي يا ساتر يا رب. ايه. انت قامي دي. يعني اذا كان في عندك تار من حد ممكن تصبر علشان فيما بعد ترجع توصل رسالتك ولا لا؟ ده موضوع بايخ جدا. ليه؟ مفيش حد مستفيد منه حاجه. الانتقام ده. فبقيت لما احس برغبه في الانتقام اخد طاري في الخيال. يعني اعمل معركه في الخيال واخلص منها. ليه؟ عدم قدره على المواجهه ولا ايه؟ لا، خوف من المواجهه لحسن ابقى مضر بطريقه بايخه. طريقه بايخه يعني ايه؟ يعني اكتر من حقي. يعني مثلا واحد ضربني قلم فانا هضربه قلم بس الالم اللي انا هضربه له هيجيب له ارتجاج في المخ. طب ده مش عدل بشكل قاسي. مش عدل الحقيقة انه مش عدل. فانا افضل اعمله في دماغي احسن. انه الفرنسيين عندهم مثل بيقول الانتقام هو طبق يؤكل باردا. مش فاهمة دي. يعني بياخدوه على مهله يعني طبق عادة طبق بناكله سخن صح؟ دول بيرقدولنا يعني بيرقدولنا بيرقدولنا بيرقدولنا. انت مش مع لا ما بحبش انا الحكاية دي ده فيها خسة كبيرة جدا. ولا مرة راودك هذا الشعور وتخلصت منه مع الوقت مع النضوج مع الخبرة بالحياة؟ برضو ما بيحصل لي بيخلص لوحده في الخيال. تعمل معارك يعني بعد مدة هو بينتهي لوحده. يعني أقول أعمل فيه وأسوي فيه أو مثلا كذا يعني أي حاجة. كل المناقشات دي اللي هي في الخيال بعد بدماغك. شوية خلاص خلصنا بدماغك خلاص. 30 يونيو ليست ثورة مستقلة، نعم أم لا؟ يعني إيه ثورة مستقلة؟ يعني هل هي مكملة ليناير أم مختلفة عنها ومستقلة؟ لا أنا ما بقولش عليها ثورة أصلاً. أمال؟ هي في التصنيف بتاعنا أنا مسؤول عنه احتجاج شعبي عام. الاحتجاج غير الثورة. الثورة بتاعت يناير ده الناس كلها بدون اتفاق. بدون اتفاق نزلوا الشارع عايزين يغيروا الوضع ده
وبعد الثورة مسكونا طائفة من الشعب، الشعب رفض حكمها، فربنا رزقنا براجل قال يا ناس ادوني تفويض أقاوم الإرهاب، فنزلنا كلنا لنبين عن الاحتجاج العام ده عشان نقول له أيوة احنا معادي لك التفويض ده، احنا موافقين على كده. هذه مش ثورة، احتجاج، احتجاج شعبي عام قاده رجل نحن نحبه ونزلنا عملنا كده. هل في يحلو بقى للبعض ان يسميها ثورة؟ ممكن من وجهة نظره هو تكون ثورة، بس انا ليا قراءة تانية برضه. وهي ان اكتر الناس اللي بيقولوا كده هم اللي ما شاركوش في 25 يناير زي حالاتي مثلا. ما شاركتش. انا ما شاركتش ده. ليه؟ عشان مش بتاعتي انا، مش بتاعتي، دي بتاعت عيالي. الثورة دي بتاعت عيالي اللي صنعها عيالي مش انا. فما حبيتش افتقت على هؤلاء. تقصد كشباب يعني كجيل الشباب؟ فممكن يكون واحد في في وضعيتي انا ما نزلش او مش موافق على الثورة. وبعدين لما جه حكم الطائفة اللي احنا رفضناها دي فقرر ينزل مع الباقيين اللي اتفقوا انهم ينزلوا عشان يعطوا التفويض للرجل، فاعتبر ان دي ثورة عشان يبقى هو كمان عمل ثورة، مش بس عياله، لا هو كمان ثوراجي. فيها نوع من الفلسفة صح؟ مفيش اي فلسفة، انا بشرح وضع فيهاش اي فلسفة، واحد زائد واحد يساوي اتنين. انت عايز تسميها ثورة بقى انت حر. هي اقل قيمة؟ إذا سميناها احتجاج بتكون أقل قيمة؟ ما لهاش دعوة بالقيمة هنا. لا ممكن تكون أعلى. ما أنا ده اللي عاوز أعرفه. ممكن القيمة تبقى أعلى. لأن الثورة تشيع الفوضى. إنما 30 يناير دي 30 ستة دي ما أشعتش فوضى ولا حاجة. دي استدعت نظام. على ذكر الطائفة بتقصد فيها الإخوان؟ طبعًا. ماذا عن ثورة 23 يونيو؟ هل كانت بداية الفساد الاجتماعي في مصر؟ نعم أم لا؟ لا. لماذا البعض بيعتبروها بداية للفساد؟ أي تغيير بيبقى ليه تقييمه يعني عند الناس، بيبقى هو يا إما عمل فساد يا إما عمل إصلاح. فأصحاب الموضوع هم أصحاب الثورة يدعون أنهم أصلحوا، والآخرين قالوا لا أنتوا أفسدتوا. أي نظام بيجي هو فيه صلاح وفساد. اللي حصل بعد ده برضو قراءتي أنا بعد ثورة 23 يوليو حصل بذور للفساد. إن الناس لما جم يحكموا معرفش هم ما كانوش مؤهلين كويس عشان الحكم. يا إما. أو إن هم ضلوا الطريق خالص. يعني ما لم قراءتهم ما كانتش مظبوطة. يعني هنمشي إزاي؟ رأسمالية صرفة ولا نبقى تبع المعسكر الشرقي اللي هو كان شيوعي، وبعدين إحنا قلنا لا دي اشتراكية عشان إحنا ناس مؤمنين بربنا وما نعرفش حد، اللي يقولوا لنا الحد دول مالناش دعوه بيهم، فاحنا بتوع الاشتراكيه. والاشتراكيه دي في كل الاديان. فاحنا ناس مؤمنين ولكن اشتراكيون. وعشان نحقق الاشتراكيه دي في ادوات. ولازم يبقى في موقف عقلي كبير فوق الادوات دي. اظن ان الموقف العقلي كان غايب غياب جزئي. بمعنى ان اللي بيدير الساحه التوجه ده ما كانش عنده القدره العقليه اللي المفروض تكون عنده، واللي بينفذه بنفس الحال. فحصل الخربطه دي اللي الفساد اللي حصل ده وكبر بقى. نحن الشعوب العربيه عندنا هذه دايما الثوره، بدنا نغير وبدنا نغير، ولكن بنستلم زمام الامور ما بنعرف كيف نسيطر على الوضع، يعني نلحق قلبنا وبنلحق عاطفتنا
وعند التنفيذ ما عندنا الأدوات اللازمة للتنفيذ. بس ده مش في العرب بس، ده في أي حتة في الدنيا. بس هنحكي شوية من المجتمع. يمكن العرب أقل الناس في الحكاية دي، صح؟ اه. مين من دول الغرب هيك؟ لا مش ما أقولش دول الغرب، مش بحدد يعني دولة معينة أو كذا، بقول إن العرب أقل الناس لما يقوموا بثورة وتحصل فوضى، ما بتحصلش زي ما بتحصل عند الآخرين. يعني الفوضى اللي بتحصل مثلا في الثورات اللي في أمريكا اللاتينية أو في الثورات اللي في الشرق الأقصى في الصين مثلا، دماء بحور وياخدوا سنين على ما يقعدوا كده وياخدوا نفسهم. احنا العرب لا، بناخدش وقت كتير وبنوصل لما طلبنا. بنوصل. عندك نفس افكار والمبادئ الاساسيه اللي زرعوها في اهلك فيك محمود ولا لا؟ يعني الطريقه اللي بيفكر فيها والدك ومجتمعك وبيئتك هي نفسها اليوم اللي انت حاملها ولا تغيرت؟ لا تغيرت كتير. تغيرت طبعا. اللي غيرها؟ اللي غيرها المشاهدات كتيرة، القراءات، الدرس، أقابل ناس قابلتهم بالصدفة كلهم يعني، وفي النهاية بقوا دول المساندين ليا في الحياة، وأغلبهم عقول كبيرة، فده رزق كبير من عند ربنا أنا ما كنتش متوقعه. أنا مش متوقع أقابل العقول دي أبدا. هقابلهم فين؟ فقابلت تفكيري اتغير خالص، ما بقتش انا نفس الشخص بمبادئ اللي ربيت عليها والافكار. حتى ان يعني ناس اصحابي يستغربوا كلامي، مش فقط اهلي، واهلي دول اللي هم اخواتي، اولاد اخواتي، عيالي انا شخصيا. تفتكر الافكار بعد ممكن تتغير بالنسبه لك ولا اصبحت انت في سن معين اصبحت الافكار ثابته؟ لا انا مؤمن بان الافكار تتغير دائما. ممكن. هل أنت مع عودة الإخوان للحياة السياسية، نعم أم لا؟ لا. اشرح لي. أنا زي ما تعلمت زمان في السياسة، والسياسة اللي أنا تعلمتها من البيت بتاعنا، من جدي الراجل الفلاح ده سياسي وقاضي عرفي، بمناسبة ثورة 23 يوليا. أبويا هو ابنه الوحيد، ما كانش موافق على إن الضباط يحكموا، وأبويا كان مع الضباط، فبقى في خلاف بل بالمات، ودول شغلتهم يحموا البلاد مش يديروها، وما كانش موافق على حكم بتوع الدين. كان عنده ابن عمه من الإخوان الكبار جدا، وكان توأم روحه، فلما انضم الإخوان مع بداية الحركة من سنة 28 اختلف مع ابن عمه، ولما اختلف معاه ما كلموش لغاية لما مات. ما قدر يتفهم وجهة نظره؟ لا، مع انه قال قال احنا ناس مسلمين وموحدين بالله، الشيخ عيالنا احنا اللي بنوديهم ياخدوا العالميه بتاعت الازهر، وظيفته انه يشرح لي امور حياتيه، يوعظني افعل ولا افعل، اشياء تغضب ربنا ما افعلهاش، انما يدور لي حياتي ويقول لي ازرع ازاي واصنع ازاي، لا ما يقولش. فانا اتربيت في بيت يرفض حكم الاثنين، حكم لابد أن يكون مدنيا. هذه الأفكار. ومش حكم عسكري يعني شخص أتى بخلفية عسكرية، لا مش هو ده الموضوع. ما هو طبعا يعني لا، أن يكون كل جهاز الحكم كده عسكري. مش لا. فقط عم تحكي أنت عن شخص معين. لا لا لا, لا الشخص لا يعني. الشخص لما يجي رئيس الجمهورية هو بيخلع رداءه العسكري، بس بيكون يصبح بس مدني، بس بتكون الخلفية العسكرية ماشي موجودة، صح؟ الخلفية العسكرية طبعا. والخلفية العسكرية دي ايه؟ ما هي علم.
وعلم إدارة وحاجة كبيرة جدا يعني، ما هياش حاجة ما حدش بسيطة. يعني قلل من قيمتها. لا 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 بس لا. انت عم بتقول لا للدين ولا للعسكر؟ لا للدين ولا للعسكر، كل واحد في وظيفته. عندنا شاعر اسمه متنبي قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. ولا غضب، الحكم من أيام من البشرية من زمان يعني هو مع الاثنين دول، مع السلطان وقائد الجند أو قائد العسكر أو قائد الجيوش، حكم مشاركة. ولكن الرأي أولا للحاكم اللي هو قد يأتي من خلفية عسكرية وقد يأتي من خلفية دينية وقد وقد وقد، بس الاثنين دول مع بعض. احنا لازم نفك الإشكالية دي، لأن ساعة ما طلع لا لحكم العسكر أو يسقط حكم العسكر، دي طلعت امتى؟ أيام الإخوان. فكانت شكل السبة، طبعا احنا نرفض السباب اصلا ونرفض ان يسب احد الجيش، لان مصر كلها جيش، احنا كلنا جنود، مفيش بيت في مصر كلها مفيهوش جندي او ضابط في الجيش المصري، فازاي هنسب الجيش المصري؟ مين الجيش المصري؟ يا ابويا يا اخويا يا ابني يا ابن عمي، انا هشتم اهلي ليه؟ ازاي يعني؟ دول اللي بيحموني. البيت الواحد احنا بنختلف على اداره البلاد، كيف ندير البلاد. احنا في وضع خطر معلوم دلوقتي ومن قبل. اليوم اكثر مين اللي هيحمينا؟ الجيش معلوم. مين بقى اللي بيدي الجيش القدره والعتاد والسلاح؟ مين؟ أنا الشعب يعني مش الجيش، دول مش ناس جايين من الخارج، دول ناس مننا احنا. هل لديك من تحفظات على حكم السيسي اليوم؟ على حكم السيسي شخصيا يعني؟ لا خالص. ازاي تحفظات؟ كيف شايف الوضع؟ لا كيف شايف الوضع ده؟ انا مش متابع الوضع اصلا. انا بعرف انك مش متابع سياسي، بس انت كمان بس أنا عندك اطلاع. ايوه بس الامور اليوميه او التفاصيل دي مش عندي خالص. فيها خطوط عريضه. انا كل ما يزعجني ان طائفه من المجتمع تسيطر على المجتمع كله، مش هينفع. مين؟ اي طائفه من طوائف المجتمع تسيطر على المجتمع كله، ما ينفعش. زي في آخر أيام حسني مبارك، مين اللي كان مسيطر على البلد؟ ما يطلق عليهم رجال الأعمال. اليوم مين المسيطر؟ اليوم الجيش. أي طائفة مسيطر؟ الجيش طبعا. مفهوم إن إحنا الوضع عندنا خطير وإن العلاج الأمني لابد منه، ولكن العلاج الأمني ده هيبقى ليه تجاوزات لازم ناخد بالنا منها. زي إيه يعني؟ أي حاجة يقبضوا عليك بطريق الغلط، انت هتبقي موافقه يعني؟ طب اذا كان الوضع يعني بيفرض، اذا الوضع بيفرض بدعوى الامن، لا طبعا مش هتبقي موافقه، هيبقى في شيء من الظلم، فلازم يعني بجوار الحل الامني يبقى في الحل الاجتماعي ونشتغل عليه كويس، مش نعديه. لا وبعدين في الطائفه الاخرى، ليست المرحله هي الطائفه الاخرى اللي هي كانت هتحكم واحنا رفضناها، دي عماله برضه تنخور في الحكم، مش عايزين الحكم اللي موجود ده يفضل. الشعب فاهم الخطوره دي. يمكن مشان هيك في الضروره الامنيه وضروره. ما هو في انا ما قلتش مفيش ضروره، عشان كده يعني تبرر. ما انا قلت في ضروره، بس لازم نخلي بالنا انها فيها اخطاء ممكن تبقى خطيره جدا، اللي هي من النوع ده قبضوا عليك بالغلط. انا بقول حاجه بسيطه يعني. ليش الناس دائما بمصر بحالة قلق محمود؟ هل أنت من هذا الشعب؟ أنت من نفس الفكر؟ أنا على طول من نفس القلق يعني أنه الوضع الأمني هذا الخوف أي مناسبة بتذكرنا بتاريخ معين بتخلي هذا النوع من
تجيش وكأنه عند الناس. ما احنا مش عايزين كده، بس هذا واقع بقى، واقع للأسف. واقع للأسف، بقى واقع للأسف. الرقابة على السينما لم يعد لها معنى، نعم أم لا؟ نعم، لم يعد لها معنى. ليه؟ ليه؟ هي ايه الرقابة دي؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ ضبط الامور. مش هتعرف تضبطها. ليه؟ عشان معاكي جهاز اهو، تفتحيه تخشي في اي حته في العالم مفتوح. احنا كنا الاول بنقول الغزو الثقافي وهنمنع كذا، وكنا بنمنع كتب، نمنع موسيقيين، نمنع مسرحيين، سينمائيين، كان في لستة كده بالاسماء، بلاك ليست، بلاك ليست، ما تدخلش البلاد. فرقة ليد زيبلين قافلين، ممنوع. اليزابيث تايلور ممنوع، يعني كل الناس اللي كانوا يشجعوا اسرائيل كان عندها لستة ممنوعات كده. انا بتكلم عن المصنفات الفنية يعني، اليوم كان خاص بالرقابة. طب دلوقتي انت هتمنعي الحاجات دي ازاي؟ هنقدر نشوفها في اي طبعا حتة. انا مع الاطلاق، لان الاطلاق هيريح جميع الاطراف. انت احنا كنا لسه قبل التسجيل بنقول انتشرت البزاءة في الالفاظ وكذا، بنرفض الحكاية دي. هو احنا هنعالجها لما نقول اصل الافلام بتاعت اليومين دول بيطلع فيها الفاظ وحشه فلازم نمنع الفيلم نفسه؟ مش هينفع كده. ان هذا نوع دي من هتزود المرض. طب يعني بيكون عندنا نوع من الرقابه الذاتيه، هتزود صح؟ المرض. ما هو في رقابه ذاتيه طبعا، بس مش عندنا. واللي احنا قلناه دلوقتي قبل التسجيل انا وانت حول الموضوع ده اسمه رقابه ذاتيه. انك انت ذاتك ترفضي البذاءه، فدي الرقابه الذاتيه. خلي دي اللي تشتغل. بس مش كل الناس عندها هذه الملكة، مش كل الناس قادرين. هنشتغل كل شوية وصية على الناس؟ ما هي الوصاية على الناس دي هي اللي بتخلق الجيوب المتفجرة بعد كده. بس أوقات لما نحط نحن ضوابط معينة بنعمل يمكن بطريقة الحظر وبطريقة المنع نوع من ضوابط، لأنه مش كل الناس رح يكون عندها هذه الرقابة الذاتية اللي عم نحكي عنها. يعني أنت كده؟ اللي قادر تعملها، أنا قادر أعملها، بس مش كل الناس. انت بتفترضي كده عشان انت عندك قدر معين من التعليم فتظني انك انت ارقى من هؤلاء في التفكير. مش ارقى، ممكن كده. الناس ما لا ما هي اصلا نوع من تعلم نحن بناخدها من ابائنا، من مجتمعاتنا، من اللي حوالينا، بس مش كل الناس عندهم اياها هذا الملك اللي عم نحكي عنه. انا ضد الاحكام دي خالص يعني. او حد يطلع يقول لك اصل ده جمهور ذوقه هابط مثلا، دي قله ادب. امال انت منين؟ يعني انت اللي بتقول على الجمهور ذوقه هابط، انت منين حضرتك؟ هو من الجمهور اصلا. الجمهور ده ابوك وامك واخواتك واصحابك واهلك، هم دول الجمهور. البذاءات اللي عم نحكي عنها من وين اكتسبناها؟ لا ما اعرفش، ده بحث اجتماعي كبير يعني. فقر، جهل، هذا الانفتاح كمان الكبير اللي نحن فيه ممكن كمان يخلينا نوصل لهذا المرحله. هو بحث اجتماعي كبير، انا ما اقدرش اجاوب على السؤال ده. ايه رايك بالتعليم واللي بنعلمه للاجيال؟ التعليم التعليم بتاعنا احنا يعني متدني لدرجه بعيده جدا. ناقصنا ايه؟ ناقص قولي. مش ناقصنا ايه؟ مش ناقصنا ايه؟ ودي مش ناقصنا ايه؟ قد ايه يعني؟ طبعا. حتى انا كنت قاعد مع ناس صحابي قلت لهم احنا لو عايزين صحيح تطلعوا لقدام، وناس ليهم اشتغال بالسياسه وكده، قلت لهم ما تطلبوش باي حاجه غير التعليم. قال ما احنا هنجوع ونموت، مش لازم قلت لهم نجوع ونموت. اذا كنتوا صحيح بتفكروا للمستقبل وعندكم نيه خالصه للموضوع ده، انكبوا على التعليم فقط، ما تعملوش حاجه تانيه. هنجوع وهنتدين وهنموت من المرض بس بعد شويه العيال دي اللي هتتعلم هتطلع بقى تنظف الدنيا.
هترقى، انما هنقعد نرقع في الاشياء كده مش هنفيش تقدم. يعني اذا عاوزين مثلا نخرب مجتمع معين نضرب تعليمه، دي من الاساسيات. ده اللي حصل لنا اصلا. حصل من امتى الموضوع ده؟ من ايام الانجليز ما حكمونا، اما المستر دانلوب حط لنا نظام التعليم بتاعنا المصري يعني، اللي هو مشي عليه اغلب الدول العربيه بعد كده. يعني كان المعلمين المصريين بيعلموا، هم اللي بيحطوا المناهج كمان، نفس المناهج اللي كانت بتحط هنا، اللي هي وصلتنا الحال من اهمال اللغه بعيد جدا للدرجه اللي احنا وصلنا ليها دي كلغه عربيه. كلغه عربيه. وبرضه في ناس كتير ما يوافقوش على كلامي بتاع ان لازم نرجع اللغه العربيه، فانا في دعوايا اقول ان اللغه وعاء للفكر. يعني فيما افكر فسوف تحمله اللغه. انا اعبر عن نفسي باللغه، انا ابين عن نفسي باللغه. عندنا حاجه اسمها علم البيان، وعلم البيان ده عند علماء اللغه هو اشرف العلوم كلها. علم البيان اللي هو بيبين عن اي شيء، وعلم البيان ده يعني عايزه تعملي حساب، هندسه، ده كل ده تبع علم البيان. طبيعه، اي حاجه، كيمياء، كل ده علم بيان. بيان بيان ده اسمه علم البيان. فعلم البيان ده مؤسس على اللغه، فاذا لم ندرس اللغه لن نستطيع ان نبين عن انفسنا حتى وان تهيأ لنا. فكثيرا ما نسمع اشخاص يعبرون عن انفسهم بجمله واحده فيها لغه عربيه ركيكه ولفظ إنجليزي. او لفظتين من الفرنسيه او الانجليزيه، ولفظه انجليزيه، كله مع بعضه كده. اذا تغيرت وزاره التعليم بافكار ومناهج جديده بتغير الحال؟ ارجو كده. تتمنى؟ طبعا. مين المناسب لتولي زمام الأمور؟ لا ما اعرفش مين المناسب. في حد معين؟ لازم القائمين على الامر دول اولا يستعينوا بالعقول اللي هي موجوده وما عادش بيستعين بها، بل بيستهينوا بها كمان. كعقول مين؟ عقول شابه عقول يعني؟ عقول ناس مفكرين كبار، ناس علماء. ما هو الشباب هم اللي لازم يديروا الموضوع ويخططوا له. يعني الشباب فوق الخمسين ممنوع كما تقول. ما منعتش الكلمة. تيجي استشيرك يا عم ومش عاجبنا رأيك مش، يعني أنا أقول لك رأي أهو. كل الآراء اللي أنا قلتها دي ارميها في الزبالة. ما عنديش أي مشكلة. ليه؟ بس في كمان خبرة الرجل الناضج. أيوة 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 إيه؟ أيوة أيوة أيوة. وتجربته بالحياة. أيوة أيوة أيوة. أنا ما قلتش حاجة، أنا ما قلتش حاجة. بس برضو الشاب أو الشابة هو ياخذ الرأي بتاع الخبرة ده وبعدين حسب ما هو شايف بقى يفنده، هيناسبه، هيلائمه. هيلائموا جزء منه فقط، هيلائموا كله، يعني هو اللي قرر مش انا اللي قرر. انا اقول له خبرتي بس. يعني اللي عمره تعدى الخمسين فقط للاستشاره والنصيحه بس، والقرار والتنفيذ رح بيكون للاصغر سنا، للشباب. طبعا طبعا. واصغر من 30 سنه كمان. بس مش ممكن تكون القرارات ما فيها من الحكمه؟ حكمه ايه؟ قرارات الشابة ممكن أوقات كمان قلة الخبرة تودينا لما محلات تاني ومتاهات أخرى. ما هنفضل خايفين كده مش هنعمل حاجة. الإسكندر مات عنده كم سنة؟ كام و 30 سنة؟ 36 حاجة؟ 36. بس ممكن يكون استثناء، بس ما فينا نعمم على الكل، صح؟ يا لا محمود. أنا بس بقى دي أمثلة بشرية موجودة يعني. آخر سؤال بأبيض وأسود، موهبة أحمد زكي لم يقترب لمستواها أحد، نعم أم لا؟ لا مش فاهم السؤال. موهبته حد اقترب له؟ لا نعم طبعا. أم لا؟ يعني بسألك رأيك فيه. لا طبعا. اقتربوا لها كتير قوي وعدوها كتير قوي، يمكن مين؟ احنا ما نعرفهمش. زي مين؟ ما نعرفهمش. ايه؟ كيف زي ما نعرفهمش؟ طب امال بتقول ازاي؟ بتقول يعني ايه حد موهبته لم يقترب منها احد؟ معناه ايه الكلام؟ بيه عم بحكي بمصر. انا بمصر. ايوه انا بتكلم عن مصر. بتكلم عن فين؟ ما فيش حد بدماغك دلوقتي تقول اسمه؟ لا ما فيش.
بس برضو يعني أنا سألت سؤال قبل كده بعد ما مات نور الشريف رحمة الله عليه، فقال لي تفتكر إحنا عندنا حد بموهبة نور الشريف؟ قلت له ألف مرة. قال لي ألف مرة. قلت له أيوة. قال لي طب أم كلثوم؟ قلت له ألف مرة. بس إحنا ما بنشوفش، إحنا ما بنتابعش. بعدين خلي بالك أنت بتتكلم عن شخصية فنية مكتملة خلاص بقى ليها قوام. يعني أحمد زكي ده ما هو واحد موهوب من ضمن المواهب اللي موجودة، وبعدين سلك السلك وعمل أعمال وبقى شخصية فنية. أنت بتتكلمي عن شخصية فنية وليس عن شخصية فرد. من الوجهة دي لا، في آلاف مش واحد ولا اثنين يعني. بس ما اكتملت هذه الشخصية. ما مشيش في السكة اللي مشي فيها أحمد يعني. يعني مواهب، يعني مواهب كثيرة. مواهب كثيرة ممكن تتفوق على أحمد. طبعًا 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 بما لا نتصوره. مين اللي لفتك اليوم؟ بيلفتك دلوقتي في الشباب يعني؟ بالشباب. بتقول هذه الشخصية ممكن تقترب أو تتفوق؟ في كتير، في كتير والله. يعني أنا يعني الصراحة من الغنى بتاع المواهب خصوصا في مجال التمثيل يعني. طبعا في شعراء، في أدباء، في كتير يعني غير الأول. مين اللي لفتك؟ دي موهبة لو اشتغلوا عليها وقدم أعمال حلوة حيكون قيمة وشخصية فنية مهمة. أنا بس عشان ما أنساش حد، أحمد الفيشاوي، أسر ياسين، محمد فراج، وليد فواز، وفي بنات كتير جدا بس أنا صراحة الأسماء يعني لا تسعفني. حاجات اسم الله عليهم يعني. مواهب. مواهب مدهشة جدا جدا جدا. من يقترب لموهبة محمود حميدة؟ يقترب يعني عدوني دول اللي انا قلتهم دول معديني اصلا. معدينك اصلا؟ طبعا. لكن ليه بتهمك بالغرور؟ احولك انت بكل تواضع بتحكي وبتتكلم. محمود حميدة حيكون عندنا وقفة اعلانية ونعود لنستكمل هذه المحطات من 100 سؤال. عدنا معكم بعد هذا الفاصل لمتابعة حديثنا ولقائنا مع ضيفنا الممثل محمود حميدة، لأنه ما بيحب كلمة الفنان. شو قلت لي وصفة؟ شو قلت لي معناها؟ حمار إيه؟ الوحشي؟ حمار الوحش. طيب حنبتدي بدون تردد أو بين خيارين، رح أعطيك خيارين بدك تختار واحد من الاثنين. جاهز؟ دخولي مجال الإنتاج السينمائي كان مغامرة فنية أم لتحقيق المكاسب المادية؟ ولا كده ولا كده. عندك احتمالين. ما فيش ولا كده ولا ده ولا ده. من هون لهون. ما فيش. أمال إيه؟ إيه التالت؟ هو انخراط في العملية الإنتاجية السينمائية. لأنه واجب أصيل على نجوم الصناعة ان هم يبقوا ضالعين في الانتاج. انا اتعلمت الحكايه دي لما رحت اتعلم السينما في امريكا، فلقيت في التتر الاخراني بتاع الافلام، اتفرج على افلام كتير جدا، الاقي اسماء نجوم مخرجين سيناريست انتاج وهم مش في الفيلم. فلاحظت الحكايه دي. بعد شويه فهمت إن دول لازم يبقوا متورطين في العملية الإنتاجية، لأن هم دول اللي بيطوروا الصناعة. فمش هيقدروا يطوروا الصناعة لو كانوا بعيدين عن العملية الإنتاجية نفسها، المطبخ نفسه. بس ورحت داخل فاعتبرت مغامرة، وناس قالوا مكاسب مادية، إنما هي الحقيقة اللي أنا قلتها. وبعد هذه التجربة اليوم كيف بتقيمها؟ ما تقييمك لها؟ هل كانت وما زالت بنفس الهدف اللي رسمته لها بدايتها؟ زي ما هي عندنا. عندك أنت. باسم يوسف يستحق العودة فورا للشاشة أم سقفه لم يعد يحتمل؟
انا ما اقدرش يقعد لي بداله في الموضوع ده، بس انا رايي انه يرجع يعني للشاشه فورا. يستحق فورا. طبعا 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 يستحق. انا قابلت الشخص، بدي اقول لك قابلته مؤخرا انت صح؟ ايوه كلمته. وانا ما كنتش، لان انا مش كائن مشاهد التلفزيون كتير، فما شفتش غير حلقه او اتنين الحلقات اللي هو كان بيعملها ايام الاخوان ما كانوا بيحكموا. والحقيقه انه يعني كان بالنسبه لي شخص مدهش جدا، يعني حبيته جدا جدا يعني، وهو لازم للمجتمع ويستحق يعني طبعا الفرصه. طبعا طبعا مهما على سقفه. ما فيش حاجه اسمها عالي سقفه وما عليش سقفه، احنا لازم نتفق على مسائل في هذا الموضوع. ماذا يعني هل اذا الاب حصل منه نقد لتصرفات ابيه يلام في طريقة ام لا يلام؟ في طريقه. طبعا في طريقه، ما في طبعا اسلوب. ما طبعا ما طبعا 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 ما اختلفناش يعني، ما اختلفناش طبعا طبعا، بس مبدئيا مبدئيا لازم يبقى عندنا قدره على اقامه الحوار، والحوار فيه اشياء جارحه كتير. يعني احنا لما بنقعد حتى في مجالس الحكم العرفي، ودي حاجات معروفه عندنا، بيحصل نقاش وخناقات واعتراض على الحكم من المحكوم عليهم او من المحكوم ليهم لصالحهم، يقول لك لا مش الحكم مش كفايه، واعترضوا على القاضي العرفي. ويعني طبعا في القضاء الرسمي ما فيش كلام من ده، يعني ما تقدريش حتى تعلقي على الحكم يعني، لكن انا بتكلم عن العرف الاجتماعي. بتحصل عندنا الحاجات دي كتير. احنا بنقمع الاصغر سنا او الاقل شانا ان يبدي رايه، او اللي بيخالفنا الراي، او طبعا اللي بيخالفنا الراي ده طبعا ده اول واحد، يعني هيدي بالمرتبه الاولى اول واحد نقصي اللي مش معنا هو ضدنا. فاحنا يعني حكايه سياسه الاقصاء دي انا ما بحبهاش. انت مع تغيير اسلوب باسم بالطرح؟ ما انا ما اعرفش يعني، انا بقول لك انت شاهدت حلقتين. انت من مشاهدتك له، مشاهدتي انا عندك حريه الراي، بس خفف شوي الاسلوب والطريقه مثلا مستفزه هالقد. برضه الاعتراض ده يعني هيكون اعتراض جماعه قليله مش كتير، وهتلاقي اللي بيعترض نفسه مبسوط من يعني هو بيعترض، لا 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 مش قوي كده، وهو بيعترض يعني الله. طب ما دام انت انبسطت يعني يعني اعترض بس بضحكه، ايه مش مقبوله. انا ضد المنع، ضد المنع. حبس رنا السبكي هو تضييق على الفن ام حمايه للمجتمع؟ طلع قرار بحبسه بسجنه. يعني بسجن رنا السبكي ليه؟ علشان الفيلم وعشان بعض الافلام اللي عم تتقدم. ما اعرفش ايه الموضوع اصلا. فيلم ريجاتا، عن فيلم ريجاتا. مال قال انه عم بيتم تصوير المجتمع بطريقه مش حلوه، مش كويسه، ما بتناسب مبادئنا، ما بتناسب مجتمعاتنا، وكانه المجتمع بانحدار مستمر، فطلع هذا القرار. انت مع هذا القرار هو تضييق على الفن ام حمايه للمجتمع؟ وهذا قرار محكمه اللي عم اقول لك عنه. انا ما اعرفش الموضوع. في حال سمعت عنه، هل عم تسمع لا عنه لاول مره؟ اعترض عليه طبعا يعني. تعترض طبعا. هو تضييق على الفن، مش بالفن بس، على كل حاجه كده. هذا يمكن بردنا على موضوع باسم يوسف، انه فليكن للجميع حريات التعبير مهما اختلفت الوسائل، حتى لو عنا تصورات يمكن مش الكل قدر يتقبلها ويفهمها. احنا عندنا قصور كبير في تناول المسائل دي كلها، قصور كبير. يعني احنا في منطقة من التفكير عفى عليها الزمن. حزين انت احنا هذا طبعا الوضع. احنا في عصر ما بعد الحداثة، عصر تفكير يطلق عليه ما بعد الحداثة او الكوكبية اللي هي globalization بالانجليزي، او ناس تطلق عليها العولمة. احنا هناك في العصور الوسطى يعني.
للأسف. تأسف إلى ما وصل إليه المجتمع اليوم؟ طبعا. من هذا التضييق عكس اللي كنا نشوفه بمصر قديما. ناس بيقولوا كتير اتغيرت مصر عما كانت عليه سابقا. أنا ما حضرتش سابقا ده اللي بيقولوا عليه. بنشوفه بالأعمال، بنشوفه بالأفلام، هذا الانفتاح اللي كان موجود لم يعد موجود. يعني ده قرأته في الكتب يعني. طبعا عرفت مثلا لما طه حسين عمل كتابه في الشعر الجاهلي، وان عايزين يرفدوه من الجامعه ومنع، يعني حكايه معروفه يعني جدا. ده مثال بس ينسحب بقى على كل شيء. لو واحد بيقول رايه في مسألة هو يدعي انه درسها، فاحنا سيبنا الادعاء يعني لم نفنده، شوفنا هو ذاكر صحيح ولا ما ذاكرش الاول. هو قال حاجة، حكم عام، خالف خالف اراء، الاراء دي مستقرة وحاكمة، هي تخشى على عروشها من الانهيار، فتبقى ضاغطة بهذا الشكل. وطبعا الطريقة دي بتصيب ناس كتير حتى من العلماء أنفسهم. يعني أنت اليوم محمود بتتابع الأفلام، أنت بتقول معي يتقدم كل شيء وعلى الناس هي اللي تنقي وتختار. طبعا. يعني حتى لو كان في انحدار بالمستوى الأخلاقي، انحدار بتقديم المادة الفنية، أنت مع أنه يتقدم كل شيء وعلى المتلقي أن يختار. أنت عندك جهاز اسمه الرقابة اللي احنا اتكلمنا، انا بقول انا مش لازم تبقى موجود. بس ده موجود خلاص. الجهاز ده شاف شغله، والفيلم او المصنف ايا كان، كتاب اي حاجه، اي مصنف يعني شافه نزل السوق ومر بعد على تصريح الرقابه. انت جاي بتعمل ايه تاني يعني؟ لا تعترض على شيء، لا تعترض على شيء من اللي بيتقدم. كل أنا الموضوع لا. كل الموضوع ممكن تتقبله، كل المواضيع ممكن لا طبعاً تتقبلها. لا طبعا انا لا، مش كل المواضيع اتقبلها زي اي فرد في المجتمع. ايه النافر بالنسبه لك تقول دي بقى محاذير، خط احمر؟ انا ما احطش خطوط حمراء، مش من حقي بالنسبه لك. انت مش من حقي يا ستي، انا من حقي فقط الا اشاهد او لا استمع، ده حقي بس. انما اقوم امنعه ده بمثابة قتل معنوي، قمع، بمثابة قتل مش قمع. قتل معنوي، أن أمنع شخصا يريد أن يفعل فعلا أمنعه عنه عشان مش عاجبني، ده قتل. وإذا كان بالنسبة للبعض هذا ممكن يسبب ضرر، ضرر معنوي كمان للآخرين. ضرر قائم يعني. هل الحكم اللي صدر أزال الضرر المزعوم؟ أنا حد بدنا وجهة النظر. أزال الضرر المزعوم؟ يمكن خطوة تكون سابقة لخطوات تانية، يعني عمل حساب لأي شيء تاني أو شيء آخر ممكن يؤدي إلى هذا الضرر اللي عم نحكي عنه. أنا عم بتبنى شوي وجهة النظر التانية، إذا ما كان في رادع بالبداية ليت أترك هذه السكة ماشية بالشكل ده. ما احنا عندنا أصلاً، ما أنا بقول لك جهاز الرقابة ده إيه؟ مش هو جهاز الرقابة ده كده، لا ده عنده قوانين، والقوانين دي الصناع على دراية بيها، بعدين بيعملوا المصنف بيروحوا يعرضوه على الرقابة، فالرقيب أو مجموعة الرقباء بيبدوا اعتراضات معينة مؤسسة على التعليمات أو القوانين اللي عندهم، مش من دماغهم يعني. طبعا في قوانين معينة. صح صح. طب ايه عامل ايه يعني دلوقتي؟ الغي بقى القوانين والرقابه دي اللي مش عارف اقول ايه. مش عاجبك؟ لا 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 مش عاجبني الاداء ده خالص يعني. السؤال اللي بعده، افضل من كتب شعر العاميه هو احمد فؤاد نجم ام فؤاد حداد؟ لا فؤاد حداد طبعا. الكاتب خيري شلبي قال لك ايه؟ فاكر؟ هو اللي عرفني على فؤاد حداد.
انت قلت له انا ما اعرفوش، قال لك اقرا لا. قال لفؤاد حداد، قلت له ايه؟ بيقول لي اسمع هاد قصيده الفار لعمك فؤاد حداد. قلت له مين فؤاد حداد؟ قال لي هو انت حمار للدرجه دي؟ يا عم بلا حمار بلا مش حمار، ايه اللي حمار؟ قال لي ايه ما كنتش بتسمع المسحراتي في رمضان؟ قلت له بتاع سيد مكاوي؟ قال لي مش بقول لك حمار، هو سيد مكاوي ده بيكتب، سيد بيلحن. هو اللي كان اللي عرفك. هو اللي عرفني. عرفك اللي عرفك. ضعف مستوى اللغة العربية عند الشباب هو انعكاس لضعف العرب عامة أم قلة تربية من أبائهم؟ الاثنين. الاثنين طبعا الأبرز فيهم. لا الاثنين مع بعض مكملين بعض. الاثنين يعني مع بعض. لأن مش هعلمك لغة عربية زي ما شرحنا، مش هتكوني قادرة على الإبانة عن مكنوناتك وفكرك، صح؟ فمش هنعرف نتواصل. ده خلال حتى عملية التربية نفسها. 25 يناير، ثورة صنعها الإخوان أم ثورة سرقها الإخوان؟ لا، ثورة صنعها الشعب. هو بالسؤال المحدود ده بالشكل ده مش فاهم يعني إيه سرقها؟ ما هي الممارسات السياسية كلها كده. مش لما الشعب نزل، لما نزلنا الشارع بعد ما السيسي قال لنا ادونا التفويض، نزلنا كلنا ال 30 مليون اللي نزلوا دول. وواضحه اهي. فالاخوان قالوا عليها انقلاب. فانا يعني اصل انا ماليش في السياسه. انا ماليش في السياسه. السياسه فن فوق الاحتمال كما قال فؤاد حداد. هقول لك كذا هتجيلي من الناحيه الثانيه. وهتبقى انت صح وانا غلط. طيب كل اللي عم تحكيه بتقلي انا ماليش في السياسه، وهيدا مع العلم انه مثل ما بعرف انه انت صار لك حوالي 15 سنه ما بتتابع اخبار ونشرات اخبار خالص. حسب ما بعتب كيف ملم بهذه المواضيع؟ كيف يعني بتعرف شو عم بصير بالبلد؟ انا بنزل الشارع كتير. انا احب امشي في الشارع اتكلم مع الناس، يعني بحب كده. فبعرف اشياء، وبعرف اشياء كنت أنا في فكري في مرحلة سابقة أراها قادمة، يعني أوضاع مؤسسة على قراءات حالية، كلام ده من 20-25 سنة، يبقى إذن بعد 5 سنين هيحصل كذا. فلاقيه حصل، فما بقاش مستغرب اللي بيحصل يعني. كنوع من توقعات يعني. ويبقى مؤسس على حاجات هي موجودة عندي قبل كده. لما تيجي تكلميني عن التعليم هقول لك ما هو عشان كده بقى كده. فانا كنت عارف من زمان انه هيحصل، هنوصل للمرحله دي. انا فاكر زمان لما طلعت من اكتر من 20 سنه كان في اوضاع متردية في العالم العربي. فالشخص اللي كان مستضيفني بيسالني بيقول لي كذا وهتحصل مش عارف ايه، فانت فين من الحكايه دي او هتتصرف ازاي؟ قلت له هتصرف مش هتصرف. قال لي عم تفكرش تهاجر تروح حته تبقى هناك احسن؟ قلت له لا، من يظن منا انه ناج من الطوفان بنفسه فهو واهم. يعني الشخص اللي ساب المجتمع ده عشان يروح يعيش في حته ثانيه بسلام وامل في حته ثانيه في امريكا مثلا، عندي قرايب كتير راحوا بعد 30 او 40 سنه عاد كالتائه ونفسه يشوف حد من اصحابه. لما انت كنت مسافر تعمل ايه؟ يعني كنت رايح الهجره دي ليه؟ يا للفلوس يا لراحه البال يا بس ما لقاش ولا حاجه. يعني ته هنا وته هناك. لا ما هي زي برضه فؤاد حداد قال كده. قال يا قلب فات الضلوع، بني آدم المخلوع من أرضه يتخبط قليل الدراية. مش عارف هو عايز ايه، متخبط يعني مش عارف هو عايز ايه. فهو كده هل نجا من الطوفان الذي حصل في بلاده؟ لا.
هو ما اقول لك مثلا يعني طالوا اذا مش المجتمع فيه امراض اه احنا عندنا ناس كتير يحلو لها ان تنعت المجتمع بنعوت كثيره جدا. اصل ده مثلا مجتمع خانع ومش عارف ايه التفاصيل دي. ما انت منين يعني؟ انت ما عندكش المرض ده؟ ما عندكش مرض الخنوع؟ اللي ما حدا ما عندكش الجبن اللي انت بتطلقه على الاخرين؟ ما عندكش ازاي يعني؟ عندي طبعا. قلت لك انت تشوف اللي هيحصل كان من خلال متابعتك قراءاتك. القراءات المشاهدات شو بتشوف للايام؟ ما علي خلينا ناخذ هيك بعض التوقعات يعني الوضع نحن اليوم في هذا الوقت تحديدا بعد 5 سنوات انا اليوم اليوم لست كما كنت من قبل. انا من قبل الصباح من بعد الفجر اقعد وطالع الجرائد والمجلات اللي طلعت في مصر في العالم العربي وفي امريكا وفي اوروبا. اوكي. كل يوم انزل من البيت اتصرف انا مواطن على الكره الارضيه. فيمكن تستشيريني في اي مسائل عالميه. لما كنت عم بتشوف لقدام او كنت بتقرا لقدام كنت متابع اليوم عارف. اليوم اختلف الوضع خالص خالص خالص. انا عاوز تريح دماغك. انا مش متابع خالص. طيب. بدك انت عن سابق تصور وتصميم هذا الوضع. رسالة الفنان هي تسلية الناس ام التأثير في شخصيته؟ سيبك من الرسالة دي، وظيفة. وظيفة الفنان أو الممثل. فنان برضو ممثل. أو الممثل. خليني أغير السؤال. وظيفة الممثل. الممثل. أنا 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 وظيفتي أسلي الناس. تسلية الناس. طبعا. أكثر من التأثير بشخصيتهم. لا لا أنا مالي أعوذ بالله. بس شئنا أم أبينا ممكن كمان يكون لها تأثيرات على شخصية حاجة الناس. حاجة تتبع السيد المتفرد نفسه. بس لابد أولا أن أسليه. بالدرجة الأولى. وإلا لماذا يشاهدني؟ يعني أنا مش مسلي، هيتفرج عليا ليه يعني؟ أنا عاوز بقى شخصيتي تتأثر، أنا هدفي شخصيتي تتأثر. ما أقدرش. ولأن الدرس ده أنا وعيته بدري جدا. هو ما نقدرش نستقصي أو نعمل إحصاء لأثر القطعة الفنية. مستحيل علينا نعمل. وإلا فليخبرني أحد اسم الكتاب اللي أنا قرأته وغير حياتي كلها وما أعرفش اسم المؤلف بتاعه إيه. فهل كان يظن مؤلف الكتاب حين كتبه أنه سيغير حياة شخص من الأشخاص في يوم من الأيام مثلما غير حياتي؟ بالطبع الإجابة لا. فده ادعاء كاذب على الدوام. يعني ان انا بعمل القطعة دي عشان تؤتي اثرا معينا. صح. مثلا اقاوم الارهاب. مثلا. انا اقول ده ادعاء كاذب على الدوام لانه لا يمكن اثباته. كان عندك اعتراض وضحكت على كلمة الرسالة. ليه؟ ايه رايك الفنان بيطلع بيقولوا انا رسالتي الفنيه؟ أنا ماليش دعوة. بقى. لا بس 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 طيب انا اقول لك رايي بس. يعني انا حتى لما واحد قال لي انت رسالت قلت له لا لا الرسالات خلصت خلاص. موسى صار هلا موسم الواتساب اكثر وبطل في رسائل. واحد مره سال ألفريد هيتشكوك بيقول له ايه الرساله اللي انت عايز تبعتها في الفيلم؟ قال له اما الرسائل فافضل ارسالها بالبريد. بكل بساطة ابتعد عن هذا الموضوع. اللي بعده الجوائز الفنية انتظرها وتعطيني الدعم أم لا تعنيني؟ لا تعنيني. في حد إذا في حد بيقدم أعمال ذو قيمة وطلب أنه يقدر على مستوى بعض المهرجانات على مستوى الجوائز نوع من دعم المعنوي بيرفضها؟ ما بتهمه أمره؟ انا ما تهمنيش امرها. ليه تعتبرها ازاي؟ تشوفها ازاي؟ انا ما اشوفهاش اي حاجه خالص. يمكن انا عندي عقده منذ الطفوله او مش عارف ايه بس انا لا افهم الهديه ولا الجوائز. ليه ما افهمهاش؟ ما افهمهاش مش بفهمها. حتى الهديه ما بتفهمها؟ الهديه ما فهمتهاش الا بعد ما عديت 45 سنه. بس بدك تشرح لي الحته دي. اه
ما وانا صغير ما يجيبوا لي في عيد ميلادي قرايبنا يجيبوا هدايا. فاقول لهم شكرا ميرسي. قال لهم ليه؟ مش جابوا لك هدايا؟ انا ما قلت لهمش يجيبوا. ما طلبتش. ضروري تطلب يعني. يعني بكلمك على تفكير واحد طفل. طفل. بعدين كبرت معايا الحكايه دي. وما بقتش كمان لما ادخل في منافسات مثلا رياضيه او حتى فنيه تمثيل رقص غنى تاخد جوائز ده يطلع الاول برضو مش فاهمها ليه يعني مش مستوعب فكره التقدير ان الناس ممكن تقدر هذا العمل انا استوعب فكره التقدير تماما بس بمعناها الحقيقي ترجمه هذا نوع من معناها الحقيقي اللي هو انا اراه في نظره في سلام باليد واحد من الساده الجمهور انا متشكر قوي انا اتفرجت على الفيلم انا مبسوط انا شفته ده حاجه كبيره جدا طبعا كل الزملاء بيقدروا المساله دي جدا جدا يعني ان حد من الجمهور يطلع يهنيه ويثني عليه حتى يقابله في الشارع يعني يكلموا عن عمل التقدير الاخر اللي هو بياتي من الجوائز من هيئات انا افضل التقدير اللي في شكل درس يعني ندرس فلان يعني نطلع الاذاعه مثلا احنا بنحتفل اليوم مثلا عيد ميلاد محمد عبد الوهاب ونزعلوا الاغاني طول النهار او عبد الحليم حافظ ونزعل او كل عندنا نجوم كتير جدا في الغناء بس انا بقول ده عشان ده دائما في الاذاعه ما شفتش ولا يوم في اليوم اللي بيحتفلوا بيه بعبد الوهاب بيتكلموا عن مدرسه عبد الوهاب الموسيقيه ده نوع من الدرس يعني يطلع واحد من العلماء وعندنا كتير يعني يتكلموا عن الموضوع ده يتكلم عن الموضوع نفسه عشان المستمع يستفيد يعرف ليه الراجل ده مدهش كده او الست دي مدهشه كده ليه الدرس ندرسه ده متهيألي ده احسن تكريم يعني اذا دعيت لتكريم لا تقدير او تسلم جائزه معينه بترفض انك تروح ما كنت برفض وبعدين دلوقتي ما بقتش برفض لان الناس بتزعل وانا مش عايز حد يزعل عشان يعني صرت بتروح المساله بتبان ان وكانني اتعالى على الشخص او الهيئه اللي عايزه تقدرني وانا اعوذ بالله ان انا اتعالى على الحكايه دي لا بس عندك مفهوم مش بتعالى بس انا مش انتاجي مجله متخصصه في الفن هو مشروع لن أكرره مرة أخرى لأنه خاسر أم تجربة أسعى لتكرارها ولا ده ولا ده برضه ليه هو بالنسبة لي كان مشروع خاسر طبعا أنا كنت بموله من الألف للياء من البداية يعني بتكرر لو حتى خاسر أنا عارفة كملت لغاية لما فلوسي خلص خلاص وقف ممكن ترجع تعيد التجربة لانه خاسر يعني لا 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 هو بيكسب جدا يعني مفروض كده طيب ما خلصوا فلوسك المفروض بس انا بتكلم على المطبوعه دي مطبوعه المفروض تبقى مدفوعه كل حرف فيها يبقى مدفوع دي بتكسب فلوس كتير جدا لكن احنا ما عندناش الوعي الصناعي ده ان انا بعمل اعلام عن الصناعه فلازم المشتغلين بالصناعه يمولوا الاعلام ده لانه هيرجع عليهم بفائده هي صحيح غير منظوره لكن راجعه عليهم ما عندناش احنا النوع ده من الوعي وانا لما قفلت قالوا لي قفلت ابو مين قلت لهم لا ان شاء الله ربنا هيبعت حد يعمل يعني ناس كتير تعمل وطلع شويه محاولات خسرتك ليه خسرت فيها ليه ما اخذت مردوده من الاعلانات والدفع أنا كان عندي ناس يعني أصحاب بتوع إعلان قالوا لي هنجيب لك إعلانات ويسكي وسجاير دول هيدفعوا لك $40,000
يغطوا لك كل التكاليف. قلت لهم لا. قال لي شو هو صاحبي اللبناني ده يا سيدي؟ يا محمود. قلت له لا، دي مطبوعه تعليميه. لما الموقف العقلي بتاعها يشوب اي حاجات من دي، لا، يبقى المتلقي او القارئ مش هيبقى داخل عليها بحب المعرفه او شغف المعرفه المفروض يكون. عشان انا عايز دي اللي هيقراها يتعلم. مين يعني ممكن يحط اعلانات فيها تيوازي هذه القيمه اللي عم تحكي عنها؟ لا، عندنا لا، عندنا حاجات كتير جدا يعني. انا طبعا المجلات الكبيره اللي هي زي استوديو، زي فرايتي، زي كايدو سينما، الحاجات دي ما فيهاش الكلام ده. فيها مثلا مجوهرات، بيرفيومز، ملابس، اللي هي الحاجات اللي تخص صناعه السينما. بس السجاير والمشروبات ما فيش. واحنا الحاجات دي عندنا مش ما حدش بيدفع فيها يعني، بيعتبروها مشروع خاسر يعني. فالنهايه يعني انه الهيكل التمويلي بتاع المجله ما كانش معمول كويس، انا ما عرفتش اعمله كويس. الاكثر نجاحا في دور الدون جوان هو حسين فهمي ام احمد عز؟ بين الاسمين. انا ما يعني انا عشت دون جوان حسين فهمي، انما ما عشتش احمد عز. وطبعا دلوقتي هو دون جوان، بس انا ما اعرفش لاي مرحله يعني، بمرحله بيوصل. لا، انا ما اعرفش عند الجمهور هو لاي مرحله، بس أي. انا عشت حسين فهمي من بدايته، وكان ده الستار دون جوان بتاعنا كلنا يعني. يعني شباب وبنات. اذا اجابتك حسين فهمي. اه. إصلاح التلفزيون المصري أمر ممكن لأنه يحتوي على عناصر النجاح أم فات زمن الإصلاح؟ فات زمن الإصلاح. نظرة تشاؤمية أو لا؟ نعم؟ نظرة تشاؤمية؟ لا، أنا لا أتشائم أبداً. لكن؟ أنا أتفائل على طول. فات زمن. فات زمن. ما بيتصلحش؟ طيب هي نظرة شو بيسموها؟ إذا يعني مش تشاؤمية، دي نظرة إيه؟ مالها دي؟ واقعية يعني؟ طب ايه مالها؟ مالها ومال التشاؤم دي؟ دي كلها تفاؤل يعني. دي تفاؤل بتقول له الزمن وما بيتصلح. ليه؟ طبعا. ليه؟ اصل مفهوم انشاء الجهاز ده عندنا، الكلام ده انا قلته قبل كده كتير برضو، انه جهاز خدمي. والجهاز الخدمي لا يظهر ارقاما في ميزانيته، بمعنى انه يدخل له اموال فقط وبيصرفها على الخدمه. ففي الحساب الختامي بتاعه مفيش انا دخلت الخزينه كذا قرش، مفيش، ده مش موجود. والصناعه دي اللي هي صناعه الفيديو بنسميها، اللي هو التلفزيون، دي صناعه اعلان بالدرجه الاولى. يعني هي طلعت عشان الاعلان. اوكي. احنا كنا بنستعملها عشان التوجيه، عشان التجييش. وكانت تتبع وزارة الإرشاد القومي، اسمها وزارة الإرشاد القومي في زمن الاتحاد الاشتراكي. وبعدين دخلنا بعد كده على الانفتاح والسوق المفتوح، وبقى في عندنا إعلانات، فابتدوا يدخلوا الإعلان ويدخلوا يكسبوا فلوس خلافا لمنطق إنشاء الجهاز نفسه. إذن فبقى في خطأ إجرائي، والخطأ الإجرائي ده موجود لغاية دلوقتي ولن يتصلح. مش هتصلح. مش هيتصلح. خصصت المشروعات الكبرى ضرورة لإنقاذ انهيار اقتصاد البلد أم جريمة يجب أن يحاسب عليها مرتكبوها؟ دي مسألة عالمية أصلا. بين يعني كيفية النظر لحركة رأس المال والقائمين على تحريك المسألة دي في العالم، هم قلة، هم مش كتير، بس هم بيفرضوا رأيهم. إذن ففي ناس كتير ما كانتش موافقة على الخصخصة. يعني إيه خصخصة؟ يعني إيه خصخصة؟ تعرف يعني؟ أكيد طبعًا يعني. مين منا؟ جهات غير الحكومية، أشخاص تانية تتبناها. لا يعني الحكومة لا تملك. إيه صح، حكومة لا تملك. مش جهات غير الحكومة، الحكومة لا تملك. صح. بس. مش نفس المعنى. وإحنا عندنا ما ينفعش الحكومة ما تملكش. في أشياء بعينها يعني. لأن مش هنعرف نحكم. وبعدين المفهوم ده بتاع
بتاع الخصخصه يصطدم مع الممارسات الفعليه او الفكر المسيطر مع الممارسات الفعليه. سيبك من حكايه فكر مسيطر الممارسات الفعليه مش مستقيمه مع ففي ناس تقول لا احنا كنا مثلا في وقت الاتحاد الاشتراكي القطاع العام وكان ماشي وكان في ناس معترضين يعني يقطع عام ازاي تأممونا يعني بقى بعد ما نشتغل ونبني وابويا يبني وجدي يبني تيجي انت تروح مأممني كده؟ فانا بقى ناقم على اللي أممني وهفضل هتفضل النقمه دي مش هتروح يعني. المستفيد من الامر هيفضل يهلل اللي افاده. يعني مثلا هنحدد الملكيه الزراعيه كان الاول حددوها ب 200 فدان وبعد كده 100 فدان وبعد كده يعني طبعا اصحاب الاملاك مش الاقطاعيات لان الاقطاعيات دي كانت غير الاملاك العاديه. الاقطاعيات دي كان يمنحها الملك او الخديوي لشخص معين يعني يقتطع له قطعه كبيره من الارض وتبقى هو عليها. طب انت قلت الاقطاعيين، طب احنا مش اقطاعيين. يعني اللي عنده 120 فدان ده مش اقطاعي. الاقطاعي ده اللي هو عنده 10,000 فدان، 20,000 فدان، 3,000 فدان ممنوحين ليه كده. يعني هو ما زرعهمش من البدايه. انما صغار الملاك دول اللي هم 100 و200 و300 لا ما كانش لازم يحصل كده. فهي وجهات نظر بقى متضاربه في الموضوع. في هذا الفاصل هذا الموضوع السؤال الأخير، أفضل من قدم رواية جزيرة المعز هو خير بشارة أم علي بدرخان؟ أصل ده فيلم وده فيلم، إحنا بنشتغل عن أصل أدبي واحد وكاتب السيناريو ده غير كاتب السيناريو ده فيصبح ده عمل وده عمل. الأقرب إلى الرواية الحقيقية هي مش رواية هذا. هي مسرحية فصل واحد الأقرب لإلها. أنا ما قريتش جريمة في جزيرة المعز. أنا ما قريتهاش. لا إجابة يعني عن هذا السؤال؟ ما فيش أنا خيار. أصلاً أقول لك لا يصلح المقارنة. عشان ده أصبح عمل وده أصبح عمل منفصل تماماً، ما ينفعش. ننتقل وسريعاً إلى إجابة بلا سؤال أو إملأ الفراغ. لهذا السبب تخليت عن إدارة شركة الإنتاج لبناتي. أعطيني السبب، إملأ الكلمة المناسبة. عديت الستين سنه. مش كان لازم على الخمسين؟ لا الخمسين ده ما خططش يعني وما اشرحش. هذا هو شعوري بعد دخول الستينات من العمر. مبسوط قوي قوي. جد؟ والله. لا. ليه مبسوط قد كده؟ مبسوط. يعني الحمد لله عشت حياة عريضة جدا، فرحان بعيالي بناتي، فرحان بعيالهم، مبسوط يا رب دايما إن شاء الله. لهذا السبب ارتديت الغترة والعقال في ختام مهرجان دبي السينمائي. عملت موجة كتير كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. هو كان حصل يعني لبسته ليه؟ كان حصل في الاول ما جيت كده خطا، فقعدوا يعتذروا عن الخطا ده. شخص لطيف جدا، الناس مسؤولين يعني في المهرجان، فكل شويه يسالني في ناقصك حاجه يا استاذ محمود؟ قلت والله يا سيدي انتوا ناس اهل كرم، ولا مفيش حاجه، حصل خير خلاص، حصل خير، لا تؤمر بحاجه. قلت له خلاص اعمل لي جلابيه زي دي. قال لي والله. قلت له والله. فبعتوا لي ترزي عمل لي جلابيه حلوه قوي قوي قوي. هم يقولوا عليها هناك الكندره. قلت له عايز برضو العيال بقى. قال لي كمان. قلت له عشان احضر بيه الختام. قال لي هتحضر بيه الختام؟ قلت له هحضر الختام. بس انا بحب الحكايه دي، احب لما اروح عند ناس البس زيهم. مش عشان هم ينبسطوا، ما هيدا الأول عشان أنا انبسط. أنت عشان تنبسط بس. الناس ما فهمت الموضوع كده. تسمح لي أقول لك فكرت إزاي؟ إيه؟ أنت بتتملقهم، أنت تتملق هذه الجماعة. وماله؟ ما جراش حاجة.
انا ماليش دعوه. انت يعني انا بتعامل كده يعني. لا اتملقوا ازاي يعني؟ ايه اتملقوا؟ بركي في فلوس زياده محمود، بركي حد اذا عمل كده ممكن يكرموه الناس، يعطوه هديه يكرموه. هيك الناس بتفكر، في كتير من الناس تفكر اه بيعمل كده برا. ناس تتكلم. لا والله ده انا حتى رجعت بيها مصر، ده الناس تصوروا معايا في المطار يعني. كان معايا امام بنتي واحنا ماشيين حتى تاني يوم الصبح، فجت لي الغرفه بتاعتي قالت لي هتلبس ايه؟ قلت لها هلبس الجلابيه اللي انا كنت لابسها امبارح. هتلبس الجلابيه؟ قلت لها اه مريحه. هي سهله مريحه البس. هي مريحه اه، وحطي بقى الحاجات التانيه في الشنطه. حتى ما نزلت تحت في اللوبي فكان محمد خانق قال لي انت هتسافر مصر كده؟ قلت له ايوه هسافر مصر كده يا محمد. مجنون؟ يمكن يمكن ولا متاكد؟ شو الحالة دي اتأزمت بعد الستين محمود ولا قبل؟ هيدي حالة اللي أنا عامل، هي أنا عامل اللي أنا عاوزه. ده عامل اللي أنا عاوزه ده من وأنا عيل صغير، مفيش حاجة اسمها. مش فارقة. لهذا سبب لا أحضر حفلات أغلب المهرجانات الفنية المصرية. تدعى كتير من الحفلات والمهرجانات. والعربية كمان. من مبدأ فكرة الجوائز اللي اتكلمنا عنها. لا لا, شوي. لا 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 لا. ليه؟ لا لأن أنا كان أملي من زمان يتغير مفهومنا لمعنى مهرجان. المهرجان ده صناعة. اليوم أصبح إيه؟ مش اليوم، هو إحنا بنتعامل معاه منذ البداية وكأنه عرس فرح وكأن لا عمل، يعني نقول كده، فإن مات عزيز لدينا ألغينا الفرح وكأن لا عمل. يعني الطبيب مش هيروح المستشفى لو حصل عنده حالة وفاة؟ هيروح. الجندي مش هيروح في الحراسة بتاعته لو حصل عنده حالة وفاة؟ هيروح. اشمعنى الجماعة دول يعني؟ اه ما هم هيصة ودربوكة حاجة ملهاش لازمة يعني. فحتى في ناس كتير تعترض على المهرجان لما يحصل حاجة بايخة يعني، مثلا حادثة أي حاجة يروح ضحايا والعياذ بالله أو شيء. فنقول الغي المهرجان ده. فالمنطق اللي احنا بنتعامل معاه كعرب كلنا مع المهرجان على انه عرس او فرح، ده انا رافضه، لانه ده عمل وعمل مؤثر، صناعه كامله اسمها صناعه المهرجان ولها قوانين احنا بس ما نعرفش، وليست بالطريقه او بالاسلوب اللي عم نشوفه. هذا ما شعرت به عندما قرات تنبؤات الفلك احمد شاهين الملقب بنوستراداموس العرب، والذي تنبأ بعيد الشر بعيد الشر عنك بقرب وفاتك. مين ده؟ الفلكي أحمد شاهين. ما قريتش التنبؤات؟ لا والله. أنا آسفة يطلع مني أول مرة أقول لك الكلام ده بجد؟ لا والله، أه والله ما أعرفش. لا عادة لو كنت بالبيت وتلقيت هذا الخبر وسمعته. أه لا تلقيته كتير قبل كده. أنا من كام سنة حد كتب على النت البقاء لله محمود حميدة. رح تتعزي. لا ما انا ما اعرفش بقى، كنت عندي تصوير في اول يوم تصوير، فحتى ايمان ايمان هي اللي كلمتني قالت لي الو، قلت لها الو انت كويس؟ قلت لها اه كويس. مال في واحد كاتب على نرفزت بقى هي وجوزها. ما اعرف ايه، خلاص هدي اعصابك. وبعد شويه كلمني بقى حبيبي احمد الفيشاوي، بس هو في حاجة احنا من أول ما نكلم بعض بنقولها على طول، وهي بنقول فين يا أمين فين، بس دي كلمة سر يعني، البداية زي صباح الخير أو سلام عليكم فين يا أمين فين. فأنا سبت التليفون يرن شوية بعدين فتحت التليفون وما ردتش، فهو قال ألو، قالش فين يا أمين ولا أي حاجة. قلت له ها وحصل لك إيه لما سمعت الخبر؟ الحمد لله انت بخير. كان مخدود قوي يا احمد. وكذا حد بقى كلمني بعد كده. بعيد الشر والله يطول بعمرك. بسيطه بسيطه. هذا ما تغير في مصر بعد 5 سنوات من الثوره، كلمه. حاجات كتير قوي. اعطيني ابرز شيء هيك لافت لك عشان نملأ الفراغ بكلمه.
الأخلاق. الأخلاق. لهذا السبب أدمنت شرب الكحول. ما عنديش أي سبب عشان أدمن شرب الكحول. مش عاوز كنت تنسى حاجة أو تنسى حاجة. أنسى؟ إيه، عاوز أنسى المرحلة دي، عاوز أنسى اللي بيحصل معايا. ولا عاوز تفوق؟ لا. أدمنت الكحول كم سنة؟ ما عنديش سبب. مين اللي قال لك ان انا ادمنت الكحول ده؟ يعني ايه ادمنت الكحول؟ تشرب كتير؟ شربت اه، ما تشربش كده يعني، بس مش ادمان يعني، ما وصل لمرحله الادمان. لسه بتشرب كحول؟ احيانا. بياخدك لمحل تاني، بيروق الاعصاب، ايه رده فعل يعني، شو بيعمل؟ لا 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 لا، إيه؟ ما كانش فيه مناسبه ومش كتير يعني. هذا ما تعلمته من والدي. أن أكون معلما. هو الممثل الذي أقف أمامه مبهورا. لا أحد. ما فيش حد؟ لا إيه، شوفت حال يعني غرور؟ لا. إيه، ما فيش حد مثل أعلى حتى لما كنت أنت وصغير؟ ما عنديش. ما في. هذا ما يبهرني في المرأة. آه أنا نسيت أقول لك، أنا لا أنبهر. إيه النسوة دي؟ فاجئت. أنا أندهش فقط. لا أنبهر. طيب. لا أصدم. بيعجبك. الحمد لله. بيعجبك. يعجبك. يعجبك. مين؟ في المرأة. هذا ما يعجبك. عقلها. عقلها. للشكل حصة عندك ولا لا؟ لا مش قوي. مش كده؟ ممكن تحب ست وحشة مش حلوة؟ ممكن؟ لما قيسك انت؟ بسألك. مش الراجل قال لك خدوا عيني شوفوا بيها؟ طيب عاملينها مشكلة دي؟ أنا مش عاملة حاجة. قال لي أنت بتحب البنت دي وحشة قوي. قلت له أنت مالك، وأنت اللي بتحبها؟ أنت مالك؟ بنظرتك أنت. آه طبعا. أمور نسبية. هذا ما يبهر، معلش خليني أقول، النساء فيا. إذا أنت ما بتحب كلمة لا ولا أعرف هذا. حاجة من دي خالص يعني. ستات بحبوا إيه محمود؟ ما أنا ما أعرفش. ما أعرفش. طبعا في نساء تبدي الإعجاب، ولكن ساعة ما بيحصل كده أنا بحس إن أنا راجل أهبل وماليش أي لازمة في الحياة. ليه بقى؟ أنا مش عارف. ليه؟ أهو كده، ده اللي بينتبه. بخجل يعني ولا شو؟ سميها خجل، سميها ما تعرفش. فاكر موقف من ده؟ أنا أي غزل، أي غزل على طول. فاكر موقف الواحد أهبل ومش فاهم أي حاجة. ببقى زي متلخبط يعني، مش عارف أرد أقول إيه. بس أنا شايفة قدامي شاب مثل القمر. أنا متشكر كده. ولا بتعطي الستين. ولا أزال أبقى زي الأهبل. ولا بتعطي بالستين. كنت عم تغزل فيك تحت الهواء، قلت لك ولا بتعطي عمرك. طيب خلاص كويس. فيها الشبوبية والطلة والهيبة. ليه مش قلت لك على الراجل سواق التاكسي اللي في بيروت قال لي مالك شو ختيار؟ هيدا شو بدك فيه؟ هيدا عنده مشكلة بعيونه. هيدا أنا بقول لك عنده مشكلة بعيونه. هلا أي كلام تعتبر حالك أهبل من بتسمعه؟ اه. أي إطراء، أي إطراء. بس اسمح لي أنا أتغزل فيك. إيه؟ تفضلي. تغزلت، بعد بدك أكثر؟ حكاية وقفلتها. ما قفلتش اي حكايه. ما فيش قصه، ما في حكايه قفلتها. اه يعني قفلت الموضوع؟ ده كتير قوي 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 قوي. املا للفراغ في هذه الجمله. نعم؟ املا الفراغ في هذه الجمله. حكايه واحده. عاوز حكايه واحده. حكايه واحده؟ اه. مش عارف. مش عارف اقول ايه من كترهم يعني. ان انا اقفل الموضوع ما ارجعلوش ابدا يعني. كتير قوي. ما فيش اختيار؟ مش عارف اختار. لهذه الاسباب لم تنجح آية كممثله. مين اللي قال لك؟ احتمال، انا عم بعطيك انت. لا. عليك انت تشرح لي اكثر. لا استمرت آية، كملت آية. ما استمرتش، ده حاجه بس ما فشلتش كمان. احنا ما قلنا لم فشلت، احنا قلنا لم تنجح. لم تنجح ازاي؟ نجحت طبعا. وما كملتش. ما كملتش بقى يا قرار حرة يعني. لا هي بتعمل حاجات تانية، بتغني مثلا.
بتدرس مزيكا على طول. لو ما جالهاش حاجة توافق دماغها ما بتعملهاش، بيجي لها عروض يعني، بس بتحبش تشتغل تلفزيون مثلا خالص يعني. وهي معظم العروض اللي بتجي لها طبعا تلفزيون، مش عاوزة. حتى انا قلت لها من واقع الخبرة يعني، طب ليه، طب ما تعملي مع تلفزيون خط ولا سينما. انا مع اول ما عملت عملت سينما، ما عملتش تلفزيون. اخدها من اطباع باباها اكيد، عبالة روح بقى تعبتوا، تعبتوني قوي النهارده. لا عايز اروح ترارم، مش هنخليك تروح. استاذ محمود، نحن رح نتوقف عند هذا الحد من الاسئله ونستكمل حديثنا ولقائنا مع حضرتك الممتع والشيق غدا في نفس التوقيت ومع ضيفنا النجم محمود حميده في 100 سؤال. الى اللقاء. عدد من يمكن أن تضعهم في قائمة الأصدقاء المقربين؟ أنا ما عنديش أصدقاء، أنا عندي أصحاب. لماذا رفضت المشاركة في فيلم عمارة يعقوبيان؟ عشان ما دفعوليش الأجرة بتاعتي. ندمت على هذا الموضوع فيما بعد؟ أنا لا أندم مطلقا. طلبت الأجر كام؟ 1,000,000 جنيه. بأهواك، إيه النقص؟ أنا ما عمريش كنت راضي عن عمل أنا قدمته أنا شخصيا. لماذا توقف مشروع فيلمك عن القضية الفلسطينية؟ كنتش أعرف إن اللي هيخش إسرائيل مش هيدخل أي دولة عربية تانية. لماذا قصدت الطبيب النفسي؟ عشان أنا كان عندي خلل نفسي مش فاهمه.